الأولوية لك، عبارة يحب يسمعها كل صاحب منشأة تجارية عشان تسرع عملياته وتسهل تجارته. من هنا أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برنامج أولوية المشغل الاقتصادي المعتمد، وهو برنامج لتسهيل وتسريع العمليات الجمركية وإجراءات الاستيراد والتصدير والإفراج عن السلع. يساهم البرنامج في تعزيز الأمن والسلامة في سلسلة الإمداد في التجارة الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال إبرام شراكة بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمنشآت التجارية التي ترغب في الانضمام للبرنامج. وتحصل المنشآت المشاركة في البرنامج على عدة مزايا، منها مسار سريع مخصص في المنافذ الجمركية البرية، أولوية في جميع الإجراءات الجمركية وانخفاض المعاينة المبنية على تحليل المخاطر، الاستفادة من المزايا المقدمة في البرامج المماثلة في الدول الأخرى عن طريق اتفاقيات الاعتراف المتبادل، حزمة تسويقية للشركة تشمل إتاحة استخدام شعار المشغل الاقتصادي ونشر قائمة بالأعضاء عبر موقع الهيئة، تخصيص مدير حساب لتذليل المعوقات، عضوية المجموعة الاستشارية للمشغل الاقتصادي المعتمد، تقديم دورات تدريبية مجانية للمشغل الاقتصادي المعتمد مختصة بالإجراءات الجمركية، الإعفاء من الضمان المالي لصادرات المواد الكيميائية السائلة من وزارة الطاقة. ومن شروط الانضمام لبرنامج أولوية الالتزام التجاري، الملاءة المالية، الشروط الأمنية، حفظ السجلات، الكفاءة. أما إجراءات الانضمام للبرنامج، تقوم المنشأة بتقديم الطلب عبر بوابة الهيئة وتعبئة نموذج التسجيل. يتم تقييم المنشأة مبدئياً وتحديد مدى أحقيتها، بعدها يتم إرسال نموذج التقييم الذاتي للمنشأة. تخصص الهيئة فريق عمل للتحقق من التزام المنشأة بالمتطلبات والمعايير، وبعد التأكد تعمد المنشأة التجارية كمشغل اقتصادي في المملكة، ويخصص مدير حساب للمشغل الاقتصادي المعتمد. برنامج أولوية، لأن منشأتك تستحق، أعطيناك الأولوية. وإذا كان عندك أي سؤال أو استفسار عن برنامج أولوية، تقدر تتواصل مع الهيئة على الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993 على مدار 24 ساعة، أو التواصل على بريد المشغل الاقتصادي المعتمد أولوية aeo@zatka.gov.sa، أو زيارة موقعنا الإلكتروني